احنا تعرفنا بالحلقه السابقه الى على علي من العظميه. هسه رح نرجع على علي من العظميه. هسه رح احنا تعرفنا عليه بالحلقه السابقه. علي من العظميه، وعرفنا انه علي ما يعرف المهنه، يعني يحتاج له الى انه تدريب. كان قبل هو شو اسمه يعني اجير باليوميه، يعني اشتغل كل انواع المهن وحاول انه يوفر لعائلته، بس هو يعني مسؤول عن 3 عوائل. فاحنا طبعا حاولنا قبل انه نخليه يتعلم ويا واحد من مشتركين القريه، يعني ابو مريم. اي ابو مريم، بس صارت ظروف ويا ابو مريم وما قدر انه يكمل تعليمه. علي عند أبو مريم. عمود هيتشي علي يعني ظل يدور ويحاول يلاقي محلات معجنات أو حلويات عمود يدرب بيها، فلقى علي الدباخ. أيه. حلويات ومعجنات علي الدباخ، وهناك هو هسه حاليا دا يتدرب. خلينا نشوف التقرير، بس طبعا اكو صور واكو فيديو عن الاكل واللي يعني كلش رح تشهيكم. ويا مينا اكو فد شغله، انه احنا مثل ما نعرف ان الشخص اللي محتاج انه يتدرب احنا نخصص له اجور مبلغ معين نعطيه لصاحب الفرن، وصاحب الفرن هو راح ينطيه اذا كان خلال شهر او اذا كانت يوميه، حتى يصير عنده نشاط وحافز والتزام بنفس الوقت بالوقت، حتى انه يجي ويتعلم الصنعه، حتى بعدها من جيب له الفرن يكون هو يجيد الصنعه بشكل كل زين. لا بس وعلي بالتقرير يقولون انه كلش دا يتعلم كل زين الصنعه، يعني مو بس انه يعني يعلم، هو يروح يسال من عنده يقول لهم علموني كذا كذا وعلموني هاي هذا النوع. صحيح. فخلينا نشوفه اكثر بهالتقرير. خلينا نشوفه بهالتقرير. السلام عليكم. شلونكم عيني؟ اعرف اسم حضرتك؟ عبد الله. انت اليوم اللي موجود هنا دا تعلم لنا علي. انت صار لك قد استاذ؟ انا تقريبا من 2001 2002. يعني نقدر نقول استاذ صار لك تقريبا 10 سنوات يعني؟ اي اكثر. اكثر من 10 سنوات، ما شاء الله عليك. منو علمك هاي المهنه؟ والله نسيبي هو علي الدباخ. يعني من بدايه من كنت صغير اشتغلت وياه، بديت تعلمت هو يعني فوقه، يعني شفت صغير لا انا علمني والحمد لله. يعني اول ما تعلمت على الصانع حسه مثل علاوي؟ اي تقريبا. زين شلون تشوف علي لحد الان؟ والله علاوي وجانا صار تقريبا اسبوع دا معلمه. نعم. يعني دا يشتغل هو، يحب يتعلم من شغله مثلا ما نقول عنه، هو يجي يسال. نعم. انه شلون تصير علموني، يحب يتعلم. حلو. واحد جاي يريد يشتغل. زين انت لحد الان كم نوع علمته؟ علمت تقريبا 5 شغلات. 5 شغلات. وبعدك مستمر ان شاء الله. اللي هي شنو؟ سابلي. هسه راح نرجع نشوف شلون علاوي. شلونك لحد الان؟ تتعلم؟ لا ايوه تتعلم. ان شاء الله بتعلم. زين انا حتى المشاهدين يعرفون انه انت قبل احنا جبناك لمستفيد اخر ويانا اللي هو أسطه، كان باول حلقات برنامجنا من حار ومقسم هو ابو مريم، بس لظروف خارجه عن اراده ابو مريم عاف محله اتجه الى البيت. انت قمت ما تروح بعد تتعلم يمه؟ ليش؟ علمت يمه كم شغله يعني، وصارت عنده ظروف فانتقل. نعم. للبيت يعني بيته نقل غياضه لبيته وشوي يعني ما قدرت يعني تنين عائله وكذا، فما يقدر يعني خطوه واطلع وكذا. صحيح. فشفت يعني بالمنطقه هاي عبد الله يشتغل علي الدباخ،
وخطيه علمت. ما شاء الله عليك، ان شاء الله دائما هيش تتعلم. احنا هذا اللي حبينا نوه انه علي ما قدر يكمل ويا ابو مريم، لانه ابو مريم انتقل الى بيته يشتغل ببيته، صعب عليه انه هو يقول عنده عائله ومع عائله كبيره. يعني اكيد المشاهدين يذكرون ابو مريم عائله كبيره، فزحمه الطبه والطلعه، فاجى هنا حتى يتعلم. زين هسه اريد عبد الله يتعلم لنا هسه ايش راح تعلمه، ايش راح تسوي؟ الله يعني هسه انت بس هاي مجرد دات فرشه بطريقه حديثه، يعني حتى عجينه تتساوى. قبل كانوا بالشيابك، قلت قبل بس كانوا قبل بالشيابك، هسه صارت هاي الاله اتطورتوا بعد. مستوى واحد لهذا قمت تستخدمون هذا. زين احنا علي ما عنده هاي الماكينه، ده يستخدم الشبك هو. يقدر علي، انه احنا نعرف انه انت ما عندنا هاي الاله، يعني هاي الاله كلش حديثه، لانه ما شاء الله محتويات كبير كلش. بالشبك كم تحاول؟ احاول بالشبك، هو بالشبك على مود التصوير، سهوله التصوير حاول يسويها باي، بس هو بالعاده يعلمك. علمني على الشبك. زين اريد اعرف منك علي، لحد الان انت كم نوع متعلم؟ تعلمت شرايح، تعلمت الشكايله، تعلمت السادية أسدي علمني عبد الله، وتعلمت سوي الزون سيت، وأحدي أسدي علمني مع الأغلاوة. زين أنت أكو شي راح تختص بي له هن كلذني اللي تعلمت أنت راح تشتغل؟ تعلمت نوع بالشغل حتى رزق يعني، الله إن شاء الله. زين إيش قد يراد لك وقت حتى مثل ما تقول تنتهي المهنة صح وتبلش تشتغل بالبيت؟ إن شاء الله عشان على عبد الله، يعني على عبد الله ما شاء الله عليه. حتى من موضوع يعني خطيه، حتى من سمع بيها يعني موضوع خطيه، انا حالي عمال بشوي مهتم بيها، انا مو يعني شفت هذا فتح على باب الله وكذا ويجي يعلمني الصراحه يعني. ما شاء الله عليك. زين انا شنو اذا قلت لك انا ما اريد من عندك 10 ايام، انا راح اجيك بعد اسبوع اريدك متعلم المهنه ونبلش تشتغل بالبيت. اتفقنا علي؟ اتفقنا. عبد الله شلون تشوف لي، يعني هو كصانع موجود يمك، شلون تتعامله حال العمال ما شاء الله تشوفهم هواي، يعني الله يزيدهم عندكم، تتعلمه مثلهم او لا، يعني اميزه والله لانه هذا مثلا يختلف؟ لا حال العمال، بس هو كشطار هو جاي يريد يتعلم، يعني احنا عندنا العامل انه جاي يشتغل حتى يعيش، هو جاي يريد ياخذ صنع، بس من ياخذ الصنع ده يتعلمها حتى من يروح يشتغل وحده ما تصير عنده اخطاء. زين من قلت لي انت القصة اللي علمك اللي هو علي الدبا، من علمك اكو فشي سوا بيك لحد الان ما تنسى مثلا بشي موضوع معين، يعني شواك يا ضربك حتى تعلم؟ اي لازم اي اكو شيء مر بيك من هاي الامور؟ يعني مره ذا سامع بالزلابيه، اي يعني الزلابيه لازم من تدخل بالشيره راسا تتغطس، اذا ما غطست تصير بيضه. زين فمره انا ما منتبه وذاب لي الزلابيه بالشيره، انا من دار حط الماشه مال الزلابيه هي حاره علي. زين هاي ولحد الان قمت ما قلت قمت ما تلتهي بالشغل، هذا هاي المواضيع هاي البسيطه اللي حتى تبقى انت بذاكرتك، ويعني هاي تشويه اكيد بعد خلاص انت يعني الزاويه من تسويها راسا تقول اي علي راح اسوي فيك فد مره شغله. لا مو علي منتبه ويا الشغل، منتبه ما ينتبه اسوي له شغله، يعني حتى اذا ما انتبه نسوي له شفت علي قال، يعني عبد الله الاستاذ عبد الله يقول اذا ما انتبهت راح مستعد اي دي بكتر احتمال تسويك احتمال يدخلك بالماكينه. ما شاء الله علي. انا حعوفكم تكملون شغل، انا اشكرك هواي عبد الله على وقتك وانه سمحت لنا نفوت المكان، العلم انه المكان كلش يعني حصرين بس للعاملين ولل يعني ولبسهم الخاص، فنشكره انه خلانا سمح لنا اليوم نفوت حتى نشوف علاوي شلون دا يتمرن. حخلي اني عبد الله يعلم يكمل تعلم علي. في امان الله. هاني شاهدنا علي من العظميه، شفتي مينا؟ كنت مفكره حتخربط هسه بالعظميه. لا هذا علي من العظميه، مو اليوم احنا عندنا اثنين علي ما شاء الله، هم هوايه مشتركين ويانا واحنا فرحانين، يعني كل يوم قاعد نشوف مشتركين اكثر قاعد يشاركون ويانا من خلال برنامجنا،
وهذا اللي فرحنا اكثر انه اذا نقدر ونحاول انه نوفر لهم فرصه عمل من خلال مشروع يقدرون يعينون به نفسهم وعوائلهم اللي هو صناعه الحلويات والمعجنات مثل ما نشوف الصور يا امينه. احنا كلش نشكر كل اللي يساعدون ويعلمون يعني مشتركينا وهنا طبعا بمعجنات وحلويات علي الدباغ. ف يعني انتوا اكيد شفتوا كل الحلويات والكيك وهالحكي يا ويلي تفتح النفس تفتح النفس طبعا. هو طبعا بالبدايه لما الواحد يفطر ما يشتهي هاي السوالف يعني ياكلها فد شيء بسيط بس بعدين هاي يشتهيها يعني بالليل يظل يجوع يعني يحب ياكل هالشغلات. ايش قد تاكل حلويات بالليل؟ شلون؟ ايش قد تاكل حلويات بالليل؟ والله قليل والله العظيم لانه ما الحق اروح على الجيم وبعدين ارجع اكل بدا يتخربط رمضان يعني مشكله في الاكل مشكله. واحنا كنا العراقي من نوع الدسم ونحب الحلويات وهاي الامور يصير اكو اشكال بالوزن بس برمضان. مينا اريد اشكر اني عبد الله، عبد الله اللي هو ساعد وظل يعلم الاخ علي لانه عبد الله يعني حتى مثل ما تقول زميلتنا رؤى طبعا نشكرها على مجهودها قالت انه عبد الله يعلمه كل شيء حتى سر المهنه وبدا علي هو يسال عبد الله هذا شلون هذا شلون يصير هذا وين نخليه فهذا الشيء كل الزين انه بدا يستوعب علي على الشغله ويتعلمها ويتقنها. انت انتبهت شلون زميلتنا رؤى يعني بالتقرير شلون كانت تقطع وتسوي حلويات؟ اي ظلت تساعدهم رؤى ما شاء الله يعني هسه صارت اكيد تعرف لها سر المهنه. اي ان شاء الله رؤى ريدك انت وعلاوي تدزونا يعني ان شاء الله يعني لا تنسينا لان انا ماكو قليل يعني نادرا نشوف اكو هاي الزلابية والسوالف العراقية لازم نروح لبغداد. طبعا ان شاء الله بالحلقات القادمة راح نتعرف على مشتركين جدد ان شاء الله يوم الاثنين لا يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء ان شاء الله يوم الثلاثاء اذا انتظرونا بحلقة راح نتعرف بها على مشتركين راح يكونون ينضمون ويانا نتعرف عليهم وبعضهم راح نفتح لهم المشروع الجديد اللي هو صناعة الحلويات والمعجنات مو يا مينة؟ هيك يا احمد اذا ننتظر ان شاء الله حلقة يوم الثلاثاء اشتاقونا باكر واحضرونا يوم الثلاثاء. ان شاء الله تقبل تحياتي انا احمد الخفاجي وزميلتي مينا السمرائي وفي الاخراج علي البياتي وعلاء صالح وزميلنا مصورنا الرائع عموري مع السلامة.